مشاهدينا اهلا بحضراتكم وفقره جديده ومميزه جدا جدا، فقره النص الحلو في عياده تن. فقرتنا النهارده او وصفتنا النهارده هنتكلم فيها عن يعني اختراع للبشرة وللشعر وللجسم ولكل حاجة موجودة، هو لازم يكون موجود عند كل حد فينا في البيت. هنتكلم النهاردة عن الصبار. الصبار مفيش أرخص منه، وفي بيوت كتير قوي 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 بيكون دايما فيها زرعة صبار كده موجودة حلوة في البلكونة، أو لو مش متوفر معنا الصبار الطبيعي موجود دلوقتي الألوفيرا جل أو جل الصبار، بيتباع في كل حتة، أسعار متفاوتة، ولكن كله في الآخر جل صبار، يعني هو الأنواع بس مختلفة علشان البراندز والحاجات دي، ولكن في الآخر النوع واحد. جل الصبار بيكون عبارة عن المنظر اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي ده. يا ريت نقرب بس الكاميرا شويه نشوف شكل جل الصبار. هو بيكون بالشكل ده لما بنستخدمه او بنحطه على بشرتنا او جسمنا، ما بيكونش ليه اي ملمس دهني. انا بس هاخد حته صغيره هوريكم، لو احنا بنفرده على البشره او على الجسم بيكون يعني بيمتص بسرعة جدا جدا وما بيكونش ليه أي ملمس دهني. احنا مجرد بس دقيقة كل شكل المية ده هيختفي وهيتشربه الجسم تماما. فبالتالي هنقول الفوائد بتاعته، اللي هي أول فايدة فيهم ان هو مرطب قوي جدا 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 للبشرة وللجسم كله، وكمان مهم جدا لأصحاب البشرة الدهنية. ليه؟ لأن أصحاب دايما البشرة الدهنية لما بيجوا يستخدموا مرطبات طبيعية بيكون أغلب فيها زيوت، فبتعمل مشكلة أكبر مع أصحاب البشرة الدهنية اللي هم عندهم المنطقة دي اللي هي اسمها التيزون، بيحصل فيها دهون كتير وبيظهر فيها هنا لمعة بسرعة. ولكن جل الصبار الشكل المائي ده ثواني وهيختفي وهينشف تماما لان هو ما بيحتويش على اي زيوت، ترطيبه قوي جدا 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 للبشره وللجسم كمان كله. ده اول استخدام معانا لجل الصبار او الصبار الطبيعي، علشان هو اتفقنا انه لازم يكون معانا في البيت مكون اساسي، ما ينفعش بيت بنتي ما يكونش فيه الصبار. تاني حاجه مهمه جدا نستخدم فيها جل الصبار وهي البرايمر قبل الميك اب. كلنا عارفين ان احنا لما بنيجي نستخدم الميك اب اول حاجة بنحطها في وشنا هي الفاونديشن. الفاونديشن ما ينفعش نحطه على الوش على طول، ليه؟ الوش فيه مسام، المسام دي لما بنحط الفاونديشن من غير البرايمر بيبدأ الفاونديشن ده يدخل جوه المسام دي. أولا بيضر المسام جدا، ثانيا بيوسعها، ثالثا لما بنيجي ننضف الميك اب ده أو نشيله ما بينضفش معانا من داخل المسام، فبنعمل إيه؟ بنقفل المسام دي أو بنحط طبقة عازلة بين بشرتنا وبين الفاونديشن هنحطها عن طريق البرايمر. البرايمر طبعا منه ماركات كتير جدا وأسعاره غالية جدا، ولكن جل الصبار هو حاجة طبيعية جدا زي ما قلنا، وممكن نستبدله بالصبار الطبيعي لو هو عندنا في البيت. عملنا البرايمر واحنا في البيت ببلاش تقريبا، يعني جل الصبار حتى لو احنا هنشتريه من بره هو سعره مش غالي جدا. كده معانا فايدتين او استخدامين لجل الصبار لاهميه وجوده عندنا في البيت. ناخد كمان حاجه مهمه جدا، الحواجب. كلنا تقريبا او معظمنا اللي دايما بيحط ميك اب وبيستخدم ادوات تجميل في منطقه الحواجب بيحصل لها انها بتخف مع الوقت، بتحصل ان الحواجب بيبقى فيها فراغات، بيبقى فيها حتت مش موجوده، فاحنا بنحتاج ان احنا ننتقلها. بنتقلها ازاي؟ عن طريق جل الصبار. هنستخدمه ازاي في حواجبنا؟ هنجيب الفرشه بتاعه الماسكرا هنغسلها كويس جدا 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 مش هيكون فيها ولا نقطه سودا من الماسكرا، هنخليها لجل الصبار بس. كل يوم بالليل قبل ما ننام هنجيب نقطه واحده من جل الصبار، ويا سلام بقى كمان لو حطينا عليه نقطه من زيت الخروع، هتسرع معانا النتيجه مع المواظبه وهنلاقي بسرعه جدا ان احنا بدانا نكثف شعر الحواجب، وكمان نتقل الحتت اللي حصل فيها فراغات مع استخدام الميك اب، وكمان هيدينا في الاخر لوك حلو جدا جدا. فثالث كده استخدام معانا هو للحواجب. معانا كمان رابع استخدام ان احنا بنستخدمه في مساعده علاج حب الشباب. اتفقنا قبل كده ان حب الشباب طبعا بيحتاج ادويه طبيه، ولكن احنا بنساعده بنسرع النتيجه بتاعته عن طريق جل الصبار. لما بنستخدمه بيعالج معانا بسرعه جدا جدا الحبوب، خاصه كمان الحبوب اللي بتكون مليانه، وخاصة كمان الحبوب اللي بتكون تحت الجلد اللي احنا يعني بنبقى مش فاهمين لها انت جوه ولا بره
فاكره طالعه ولا داخله، هي بتبقى مش باينه خالص. فجل الصبار يعني بصراحه رائع رائع في استخدام او استخدامه كعلاج او كعلاج مساعد، عشان محدش بس يزعل مننا، لحب الشباب. فدي برضو نقطه مهمه جدا، خاصه كمان الشباب والبنات اللي في سن المراهقه اللي بيطلع لهم دايما حبوب في مناطق كتير في الجسم، في الوش سوري، بيكون معاهم يعني افكتيف جدا وبيظهر نتيجه سريعه. معانا كمان استخدام، ويمكن قلناه او يمكن يعني هو شبيه شويه لاستخدامه كبرايمر، بس هنا حتى لو احنا مش هنحط ميك اب احنا بنستخدمه لقفل المسام الواسعه اللي بتكون في منطقه الخدين. في الحته دي دايما في بنات بيكون عندها الحفر او النقط الصغيره اللي هي المسام في الحته دي بتكون واسعه بزياده، فاحنا بنضطر ان احنا طبعا نستخدم لها كريمات كتير وحاجات كتير غاليه علشان نبدا ان احنا نقفل المسام دي، لان طبعا بيبقى شكلها مش حلو، بلس كمان ان هي بتلم معانا التربه يعني بصوره قويه جدا. حتى لو انا مثلا وقفت في البلكونه مش لازم انزل الشارع، يعني مجرد بس ما بتعرض لفتره فيها هواء انا بلاقي الاتربه على طول بتتجمع معايا في منطقه المسام. فجل الصبار او الالوفيرا جل هنا بيقفل معايا المسام بصوره حلوه جدا، ولكن احنا هنا يعني محتاجين ان احنا نستخدمه كذا مره في اليوم علشان نلاقي نتيجه. يعني مثلا ممكن نقول مره الصبح بعد ما نغسل وشنا، هو كمان مرطب، يعني احنا دايما بنقول ان احنا هنقفل الوش بعد ما نغسل وشنا، فاحنا كده معانا المرطب ومعانا البرايمر لو هنحط ميك اب ومعانا قفل المسام، فهو يمكن شويه بديل للتونر، لان هو كده كده التونر بيقفل معانا المسام، فهو كده يعني استخدامه شغال معانا من الصبح لحد بالليل لحد قبل ما ننام كمان هنحطه علشان نصحى الصبح نلاقي البشره صافيه ما فيهاش شوايب. مع الاستخدام ومع الوقت بيوحد معايا جدا جدا كل التصبغات اللي في البشره، يعني بينور بينور كده. يعني احنا دايما كلنا بندور على نور بشرتنا او التوحيد، او البنات دايما كمان اللي بتعمل ليزر في البشره بيحصل لهم نقط كده نتيجه استخدام الليزر او نتيجه الحراره الزياده بتاعه الليزر، ولكن مع استخدام جل الصبار يعني بنلاقي مع الوقت النتيجه دي بتبقى هايله، وبنبدا يعني نداري او نعالج الاثار اللي حصلت دي عن طريق استخدام الحراره الزايده من الليزر. كمان بقى يعني ودي حاجه مهمه جدا جدا، ودي بقى محتاجه يعني فقره لوحدها، وهو استخداماته للشعر. يعني مش قادره اقول لكم الزرعايه الجميله دي اللي احيانا بتطلع في بيوتنا كده لوحدها، يعني سبحان الله يعني فوائدها رهيبه رهيبه للشعر، بتغذي الشعر جدا جدا جدا، بتدخل في وصفات كتيره جدا جدا لتساقط الشعر، بتدخل في وصفات لتطويل الشعر، بتدخل في وصفات لتنقيه فروه الراس. احنا محتاجين من كل فترة للتانية كمان نعمل وصفة طبيعية ننقي بيها فروة راسنا، زي الديتوكس كده اللي احنا بنعمله للجسم، احنا محتاجين نعمل ديتوكس لفروة راسنا علشان برضو الشامبو اللي احنا بنستخدمه والكونديشنر والأتربة برضو اللي بتمسك معانا في فروة الراس دي من فترة للتانية محتاجة يعني إزالة عميقة كده يعني من 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 جوه راسنا كده. فالصبار بيدخل في وصفات هايلة هايلة جدا لتنقية فروة الراس، كمان بيدخل في وصفات للأطفال، يعني هو حاجة أمنة جدا جدا إن أنا أحطه لو عندي بنوتة صغيرة شعرها خفيف أحط لها أستخدم لها الصبار. كمان جل الصبار على فكرة اللي إحنا بنشتريه من بره هو طبيعي جدا جدا، يعني هو تقريبا ما فيهوش أي حاجة مواد كيماوية، غير إن هو بس بيكون يعني بيحتفظ بنفسه لأنه بيكون طبعا فيه مواد حافظة عشان يقعد معانا فترة أطول. ولكن عشان نستخدم الصبار الطبيعي اللي موجود عندنا في البيت، أنا علشان أفرغ الصبارة بتاعتي هتقعد معايا مثلا ماكس مام يومين، بعد كده هيبدا لونها يغير وريحتها تغير، ولكن ده بيكون طبيعي جدا جدا، هو بس الفكره ان هو هيعيش معايا كتير. فاتفقنا ان هو يعني من اقوى الحاجات. احنا الصباره اللي عندنا في البيت احنا بنفتحها ازاي؟ طريقه الفتح بتاعها الصح، احنا هنجيبها وهنجيب سكينه، هنجيب سكينه وهنعمل ايه؟ هنشيل الاول الحته اللي من تحت، وهنشيل كمان الحتة اللي اسودت دي علشان اتقطع. اوكي هنشيل الحتة دي، هنعمل ايه بقى من الجنبين؟ هنشيل الحتتين اللي فيهم السنون دي بالسكينة، يا ريت السكينة بس تكون حامية علشان ما يتقطعش كله مني. احنا شلنا من هنا الجنب ده، وكمان هنشيل الجنب التاني. انا فاشلة جدا في المطبخ يعني، بس بعرف امسك السكينة اهو. وهنبدأ نجيب السكينة ونفرغ بيها الطبقة اللي من فوق او الطبقه اللي من تحت، وهيبدا يطلع معانا طبعا من جوه الجل ده. هنجيب المعلقه وهنبدا نعمل كده، هيطلع معانا
الصبار كله، لان في بنات كتير مش بتعرف تطلع الصبار اللي جوه الزرعه كله، فبنهدر منها كتير. طبعا احنا مش عارفه باين معانا هنا ولا لا، فاحنا هنطلع كل اللي جوه الزرعيه بالطريقه دي. هو ده بقى بيلبك شويه كده، بس يعني النتيجه بتاعته برضو يعني هايله، كفايه ان هو حاجه طبيعيه وموجوده معانا في البيت ومش مكلفه خالص، حتى الجاهز بتاعه او الالوفيرا جل الجاهز اللي احنا بنشتريه مش مكلف معانا خالص. يا رب تكون كل بنت بتشوفنا وكل ست بتشوفنا النهارده عندها، لازم يكون عندها جل الصبار، ده حاجه اساسيه في البيت. خلصت فقرتنا النهارده من الوصفات، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع مره تانيه، محدش يتحرك من مكانه، استنونا.